السلام عليكم، يسعد اوقاتكم متابعين قناتي على اليوتيوب والفيسبوك. برحب بالجميع واهلا وسهلا فيكم. برحب كمان بالاعضاء الجدد يلي انضموا للقناة، كمان برحب بشكل خاص المشتركين والاعضاء الدائمين اللي عم يدعموا قناتي بشكل مستمر بارائهم وتعليقاتهم الحلوة اللي مزينة القناة، يلي عم تفرحني وتسعدني دائما. بتمنى كمان يلي عم يشوفني لاول مرة عم يشاهد القناة أو الفيديوهات لا ينسى يضغط زر السبسكرايب الأحمر تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس لحتى توصل الإشعارات أول بأول لكل فيديو من نزله بالقناة. وأي سؤال بدكم يا تركوليا بخانة التعليقات أنا رح جاوب عليه إن شاء الله. اليوم الوصفة تكملي لبهارات البرياني، سويت بهار البرياني نزلته بفيديو، واليوم وصفة البرياني باللحم. ما بتتخيلوا قديش طعمته بتاخد العقل، وان شاء الله بس تجربوه رح تحكموا وتعطوني رأيكم. وصفة كتير سهلة ولذيذة تستحق التجربة فعلا. انا سبق ونزلت وصفة لبرياني الدجاج على طريقتنا، وكمان رح ارجع اسوي لكم برياني دجاج وصفة تاني. واليوم خلينا نشوف وصفة برياني اللحم. اول خطوة عنا هون اللحمة. انا جبت قسم عظم وقسم مشفى، قطع مقطع صغار يعني حسب عدد الاشخاص بتحطوا اللحمة. انا هون عندي كيلو وشوي، حطتهم بطنجرة وراح اقلب فيهم على نار عالية لحتى تتبخر منهم الزفرة، وكمان بياخدوا طعم كتير طيبة وقتها بدنا نسلقهم. شايفين بنضل بنقلب هيك لتقريبا تروح المي اغلبها. قلبنا اللحم على النار لحتى تقريبا تبخرت 3/4 المي وتقلبوا من كل الجهات. هلا بدي اضيف معلقه طعام كبيره من بهار البرياني اللي حضرت لكم اياه، لاني انا عامله كوبين رز فبياخذ كل كيلو معلقتين طعام، وكوبين الرز بيطلع نصف كيلو. راح احط هلا نصف كوب من اللبن الزبادي الروب. هلأ كمان بدنا نحط معلقة طعام كبيرة من معجون الثوم والزنجبيل تازة، واللي ما عنده زنجبيل بيحط بودرة. رح أحط ربع كوب كزبرة وربع كوب بصل مقلى وقرنين فلفل حار حد حسب الرغبة، ورح أحط فنجان زيت مشان يسرع استواء اللحم ويعطيه طراوة. نخلطهم مع بعض. هلأ بهاي المرحلة أنا ما رح أحط ملح لأنه بيشد اللحم وبيطول لحتى يستوي. هلا بنضيف المي تكون ساخنه لتغمر اللحمه، بنحطها على نار عاليه لحتى تغلي. عندنا غلت المي راح اسكر عليها. هلا انا بالمرحله الثانيه حطيت ورق الومنيوم لحتى يضغط الحراره اكثر. هلا بعد مرور ساعه ونص على سلق اللحم، شايفين حطيت له قصدير مشان يضغطوا اكثر. هلا لو في طنجره ضغط اكيد بتسرع من استواء اللحم بشكل كتير منيح. هلأ طفيت عليه. نجهز المرحلة الثانية. عندي هون كوبين من الرز البسمتي منقوع لمدة ساعة كاملة، شايفين ضرورة نقعوه ساعة كاملة بمي دافية. هلأ بدنا نحضر طبق الطبخ. بنحط أول طبقة رز منقوع، أنا ما سلقته ما عملته مثل طريقة الهنود بيسلقوا سلق، لا حبيت أطبخه بمية اللحمة، نقعته بس نقع. بنحط طبقة لحمة، بعدين طبقة رز، بعدين راح نحط هلأ كزبرة تازة، بنحط رشة بالشكل هاد، كمان راح نحط بصل مقرمش مقلي سابقا طبقة ونعناع. كمان البرياني الهندي بيتميز بنكهة مميزة هي إضافة أوراق النعناع التازة. بكمل أنا إضافة طبقات رز، طبقة لحمة، بعدين طبقة كزبرة، بصل، نعناع لحتى طبق الطبق لفوق. مية اللحمة بعد ما أخلص أنا تطبيقها بسخنها أفضل
وبضيفها فوق الرز. هلا انا خليت شوي هيك يعني نص معلقه طعام صغيره من معجون الثوم والزنجبيل حتى احطه هلا ليعطي نكهه اقوى اسا للبرياني. طبعا طعمه الزنجبيل التازه غير البودره اللي ما بنضيفها، فالمتوفر عنده يفضل يحطه ومفيد جدا. هلا بدي احط الملح حسب الرغبه ومعلقه طعام سمنه. هلا مثل ما قلت لكم انا سخنت المرق من جديد، وهلا راح اضيفه فوق الرز. شايفين؟ هلا بحطه على النار لحتى يغلي. المرق عنا غلي، بدي غطيه، انا اضغطه بشكل كتير منيح بالقصدير والغطا، ونوص النار على هادي جدا، اتركه لمدة 15 دقيقة ليتهدى. بعد 15 دقيقة طفيت الغاز وخليته مغطى كمان 10 دقايق هيك ينضغط اكتر ويتهدى. هذا شكله النهائي. شايفين حبات الرز كيف متفرفدي؟ عن جد ريحته واو بتجنن. هلأ بدنا نبدأ بسكب البرياني. شايفين اللحم كيف رايح نيفة، الرز متفرفد. عن جد طبق فاخر جدا ورائع، يعني طعمته فظيعة. عن جد لما تجربوه بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات وتعطوني رأيكم فيه. هلا بنحضر اي طبق عنا، بنوزع الرز بهالشكل هذا، نحاول نسكو بالكفكير. هلا بعد ما نخلص سكب البرياني بدنا نزينه بالبصل المقلي، نترك قسم على جنب للتزيين، وكمان بدنا نزينه بأوراق الكزبرة الخضرة المفرومة. كتير طعمتها طيبة. وكمان مكسرات حسب الرغبة. هلا هون بالهند ما بيحطوا مكسرات، بيحطوا زبيب أو أشلميش، ما بعرف كل واحد شو بيسميه. هيك كان طبعي لإلكم، بتمنى يكون عجبكم وتجربوا الطريقة وتعطوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك في قناتي وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم إشعارات أول بأول. السلام عليكم.